ده انت يمكن برضو ظروفك كانت شبيهه لظروف سرايا، ولكن اصابه، الاصابه بقى لما بتبقى على عيبه بتبقى حاجه صعبه، خاصه ان انت اصابتك كانت صعبه ورخمه جدا، فاكيد كنت عارفه ان انت هتقعدي يعني بعيد شويه عن الفريق وعن المشاركات. تحكي لي كده عن الموسم ده بالنسبه لك كان عامل ازاي، خاصه انه لما بيبقى في البدايه اكيد بتبقى حاجه بالنسبه لك كمان بتاثر عليكي نفسيه. بصي، هو انا في الاول كنت بادئه معاهم الموسم فتره الاعداد وكده، وفي اول ماتشات خالص جالي رباط صليبي، بس بعدين بقى بعد ما عملت العمليه وكده كنت عارفه ان الفريق حتى لو هيحصل فيه اي دروب هم بروفيشنال وقد المسؤوليه، فكنت عارفه ان هو حتى لو ايا كان مين حصل له او عددنا قل هم بروفيشنال وعارفين ان هم هيبقوا قد مسؤوليه ان احنا نبقى نكسب الماتشات كلها، وان احنا المفروض ان كل بطوله بتبقى مهمه بالنسبه لنا، فان هو لا يعني حتى لو ايا كان مين مش موجود في الفريق لا هو المفروض بيكملوا وبيلموا بعضهم وبيتعاملوا ان هم بروفيشنال بلايرز، فهو مش بيفرق لهم يعني مين موجود او مين مش موجود. طب احنا عايزين نعرف بقى انت اصابتك وصلت لفين، طمنينا عليكي كده. انت اكيد كان عندك برنامج تاهيلي كبير، خاصه ان هي اصابه مش سهله، فعايزين نطمن عليكي. بصي، انا اتصبت في شهر 10 وعملت عمليه في شهر 11، وانا المفروض ان انا خلصت يعني علاج طبيعي، فان شاء الله يعني الموسم الجديد هبدا مع الفريق ومفروض ان انا خلصت يعني.